اليوم بمناسبة إطلاق أكاديمية اللغة العربية في جامعة الإمارات، جامعة المستقبل. هذا مشروع كبير وضخم، وله أهداف كبيرة سواء كانت إقليمية أو عالمية. دولة الإمارات دولة عصرية تواكب أحدث المستجدات العالمية. دولة الإمارات عندها اهتمام كبير باللغة العربية والحرص على تطويرها. مبادرات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء في الارتقاء باللغة العربية، سواء كان عن تحدي القراءة أو الجوائز اللي كانت قبل أسبوع بالاهتمام باللغة العربية، ترجمة العديد من المواد العلوم والرياضيات باللغة العربية وتاحتها مجانا للمتحدثين باللغة العربية، توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حول ارتقاء المنظومة التعليمية وجعل المنظومة التعليمية في الإمارات من أفضل المنظومات التعليمية في العالم إن شاء الله. يتطلب منا أن نعيد صياغة وأساليب تدريس اللغة العربية بما يتواكب مع هذه الطموحات والأهداف. وجود هذه الأكاديمية إن شاء الله سوف تكون منارة لتطوير وطرح اللغة العربية بطريقة عصرية تواكب أحدث الأساليب العالمية في تدريس اللغات. وهذه الكلية سوف يكون بالإضافة لذلك لها القدرة على إعداد مناهج وتطويرها وتقييمها، إعداد اختبارات دولية للغة العربية تواكب أحدث الأساليب العلمية في قياس مهارات وكفاءات اللغة العربية. وكذلك في هذه الأكاديمية إن شاء الله سوف يكون وحدة متخصصة في الارتقاء بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. هناك حاجة كبيرة في العالم ورغبة كبيرة عن العديد من الدول في إدراج مناهج اللغة العربية، ودائما الإمارات سوف تكون إن شاء الله سباقة ومنارة علم وتكون عندها الريادة في تقديم خدمة متميزة للغة العربية إن شاء الله. عينك على العالم.